ومعنا عبر الاتصال مصطفى جويد مخرج البرنامج. حياك الله مصطفى. الله يحييك ويبقيك، حياك الله انت وضيفك الكريم الاستاذ علي. يا هلا وغلا، وين رحت انت؟ من عندك ولا من عندنا الانقطاع بس؟ لا لا، يظهر من زود الشوق يا حبيبي. طبعا الله. الان معك علي ابو زيده والمايك لك كذلك. استاذ علي حبيبي كيف حالك؟ يلا الجزء الثالث فين؟ الجزء الثالث شو قاعد يقول؟ اول شيء يعني امسي عليك يا مخرجنا الجميل والرائع مصطفى جويد. طبعا حبيبي. يعلم الله بدون مجامله من اروع المخرجين اللي اشتغلت معاهم فعلا. يعني فيه صراحه فيه خصله ونادره ترى وعلى العين والراس الجميع، خصله تحمل العمل وثقل العمل، وخاصه برنامج حجازيات والبحاره ترى ميدانيه، والميدانيه متعبه شفت كيف؟ يعني فمصطفى كان يتميز بهذا الشيء، وكان يعني ما شاء الله طويل بال، فأمسي عليك يا حبيب قلبي، وعقبال إن شاء الله الجزء الثاني والثالث، وإذا ما سوينا الجزء تعال بسويه في السناب عندي. لا ترى شوف لحظة مصطفى، مصطفى بما أنك اتصلت، ربي جابك، بما أنك اتصلت ومعنا علي أبو زيدة، هل أنتم مستعدون لصناعة وإنتاج جزء ثاني؟ ها أكيد أكيد، خاصة شوف أنه دائما لما يكون عندك تجارب سابقه يصير في تراكم من الخبرات. جميل، فحيصير الجزء القادم اكيد افضل واجمل. يا سلام، يعني انتم الان مستعدين وتقول احنا ترى والله الكره في ملعب شبكه المجد. اكيد، وقدامك المقدم جاهز بسم الله. يا سلام والله. بالنسبه لي طبعا مصطفى جويد احد يقول احد ما حد يقدر يقول المجد لا. تمام، مصطفى جوي ترى من الناس اللي برضو اخرج لي مجموعه من تقارير صباحيات. يا سلام، كانت من صحيح اخراجه. صحيح. طيب مصطفى، وش جاء في بالك لما سمعت او شفت اعلان البحاره؟ ان شفت اعلان البحاره قبل الحلقه صح؟ اي مضبوط. وجاء في بالك من خاطري مجموعه شغلات. ايوه، كنت اتذكر يعني كواليس التصوير احنا البحاره. الحلو فيه انه كان في كذا مكان، يعني في تصوير كان على الشط وفي تصوير في السفينة جوا البحر. صحيح، تمام. فكانت تجربته جدا جميلة، يعني بعيدا عن التعب، أكيد كل مشروع فيه تعب، ولكن كان ممتع بوجود الأستاذ علي والشباب، وكان قمة في الروعة. يا سلام. طيب عطنا، خلي الكلام الجماليات والكلام اللي كذا اللي يعني دائما كذا بعض الناس يقول ما شاء الله كلام اسميه ما ادري ايش يسمونه هم، اطر عامه. لا ابغى مثال. ايوه، عطني في تحديات معينه صارت، في خلافات معينه، اكشن معين في ذاكرتك الى الان في برنامج البحاره، في مضاربات مع علي ابو زيده؟ هذا يبغى عبد الوهاب يوصل لها. الان عبد الوهاب في الرياض واحنا في جده مصطفى. خلينا من مع بعض حقيقه، وانه جميل، ما يبي يخش في دهاليس يعني. ها شوف، دائما في مشاكل تصير. أيوة. لما يكون في برامج المسابقات في حاجه احنا نسميها في الانتاج اداره المجاميع. جميل، تمام. ايوه، فكان في فريقين يتنافسوا. ايوه، تمام. وبعض الاحيان طبعا الناس تشوف البرنامج بعد المونتاج، ولكن فعليا بعض الالعاب ذكر استاذ علي انه كنا ما نقدر نحسب من اللي فايز، تمام، فنضطر نعيد ونعيد ونعيد لما نوصل للنتيجه النهائيه. ابوي الشمس بتروح عجل علينا. يا حبيبي مصطفى، سعداء جدا صراحه بسماع صوتك، وباذن الله انا اقول امام المشاهدين انتم وعدتوهم انه انتم جاهزين، والان الكره في ملعب شبكه المجد بالتنسيق معكم حول البحاره 2. ومع انه هذا كان سؤال من الاسئله اللي الناس تسال للامانه، بس سالناه مع اتصالك الان. يعطيك العافيه مصطفى، وكلمه اخيره حاب تقولها يا علي المصطفى ولا مصطفى العلي؟ انا اقول الله يبيض وجهك، والفضل لله ثم لك على هذا البرنامج والاخراج الجميل يا حبيبي مصطفى، وان شاء الله باذن الله ان هذا البرنامج برنامج برواز، انطلاق الجزء الثاني ان شاء الله. بالعكس، لعل فاتحه خير ان شاء الله عن طريق حبيبنا عبد الوهاب، وان شاء الله نلتقي في الجزء الثاني والثالث بإذن والناس الله. مشتاقه للبحر، وارمي السمكمك علي. يعطيك العافيه مصطفى، وجمهور المجد يستاهل كل خير. الله يسعدك، شكرا لك يا مصطفى. كان معنا مصطفى جويد مخرج برنامج البحارة اللي كان قبل أكثر من 10 سنوات، صح؟ أيوة كذا؟ أيوة أيوة، ركزوا على 10 سنوات أهم شيء. يا سلام، ركزوا على ذيك فقرتنا الثانية اللي أخذت الوقت عليها. لنفترض، يلا لنفترض